تكريم الضباط. يتفضل السيد الرئيس بمنح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديراً لعطائهم وإخلاصهم. أولاً نطل امتياز من الطبقة الأولى لواء ياسر عز الدين محمد قطاع الأمن الوطني. عميد علاء محمد عزيز عبد العال مديرية أمن شمال سيناء. عميد تامر توحيد إبراهيم سرحان الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية. عميد محمد مصطفى أحمد قطاع الأمن العام. من الطبقة الثالثة رائد الشيماء صبري محمود حسبو الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي. نقيب ندى حسام عامر زاهر أكاديمية الشرطة.